النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن. أرحب بكم في هذه النشرة الجوية نقدمها لكم من طقس العرب. نهار اليوم سادت أجواء مستقرة في عموم المناطق، درجات الحرارة كانت حول معدلات يعني مثل هذا الوقت من العام، طقس بارد نسبيا في عموم مناطق المملكة، لكن هبت رياح شرقية زادت من شعور بالبرودة خاصة خلال ساعات الصباح وخلال ساعات الليل. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حول الطقس المستقر حتى يوم الثلاثاء، حيث تبدأ المملكة أو تعبر على المملكة كتلة هوائية باردة اعتبارا من يوم الأربعاء، سنستعرضها خلال هذه النشرة، وأيضا استمرار لهبوب الرياح الشرقية خلال يوم الاثنين والطقس البارد مستمر خلال هذا الأسبوع. صور الأقمار الصناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح خلو عموم المناطق من الغيوم باستثناء بعض الغيوم المنخفضة التي عبرت في أقصى شمال المملكة خلال ساعات الصباح. سرعان ما تلاشت هذه الغيوم وساد طقس مستقر في عموم المناطق. توزيع الكتل الهوائية المتوقعة خلال هذا الأسبوع تحديدا من يوم الاثنين وحتى يوم الأربعاء مساء، حيث يلاحظ يومي الاثنين والثلاثاء اندفاع لكتلة هوائية ذات درجات حرارة أعلى من المعدل، ترتفع قليلا درجات الحرارة، تكون حول معدلات مثل هذا الوقت من العام، لكن الطقس يكون بارد نسبيا خلال ساعة النهار وبارد خلال ساعة الليل. لكن لاحظوا اعتبارا من يوم الأربعاء تندفع نحو المملكة كتلة هوائية باردة، وبالتالي تنخفض درجات الحرارة مجددا، تصبح أقل من معدلات مثل هذا الوقت من العام، وتصبح الفرصة مهيئة لهطول زخات متفرقة من الأمطار خاصة في المنطقة الشمالية والوسطى خلال ساعات نهار يوم الأربعاء وتستمر حتى ساعات صباح يوم الخميس. كما ذكرنا يوم الأربعاء انخفاض على درجات الحرارة، يومي الاثنين والثلاثاء تكون درجات الحرارة حول معدلات مثل هذا الوقت من العام مع استمرار لهبوب الرياح الشرقية نهار الاثنين مما يزيد الشعور بالبرودة. ننتقل الآن وإياكم للحديث عن هذه الرياح الشرقية التي ستهب يوم الاثنين، حيث يتمركز مرتفع جوي فوق العراق يدفع برياح جنوبية شرقية إلى شرقية نحو المملكة تزيد من الشعور بالبرودة، كون أن الرياح نوعا ما جافة حيث تنشط خلال ساعات النهار وتضعف قليلا خلال ساعات الليل، لكن الإحساس بالبرودة يكون أكثر خلال ساعات الليل والصباح الباكر. اعتبارا من يوم الثلاثاء تتراجع شدة هذه الرياح وتتحول إلى رياح غربية بشكل عام، تكون رطبة أو أكثر رطوبة من التي سبقتها. نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود طقس مستقر وصافي 8 درجات مئوية فقط، طقس بارد الملموسة 5 درجات فقط بسبب هذه الرياح الشرقية، نسبة الرطوبة حوالي 76% والرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة عمان والتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة، يوم الاثنين 15 إلى 8 درجات مئوية، يوم الثلاثاء 15 إلى 7 درجات مئوية، يوم الأربعاء كما ذكرنا كتلة هوائية باردة تبدأ بعبور المملكة، تنخفض درجات الحرارة لتسجل 13 درجة مئوية مع طقس غائم جزئي بغيوم منخفضة، تصبح الفرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار خلال ساعات المساء والليل مع 8 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.